مرحبا، أنا البروفيسور الدكتور علي إصمت كاملر، رئيس وحدة العلاقات الأكاديمية الدولية في جامعة إسطنبول جراح باشا. أود اليوم أن أقدم لكم بعض المعلومات حول وحدتنا. تحت مظلة وحدة العلاقات الأكاديمية الدولية نواصل العمل في 4 تنسيقيات رئيسية، هي تنسيقية برنامج ومؤسسة إيراسموس، وتنسيقية مؤسسة مولانا، وتنسيقية مؤسسة فارابي، وتنسيقية مكتب العلاقات الثنائية والمتعددة. في البداية أود أن أخبركم عن برنامج إيراسموس. برنامج إيراسموس هو في الأصل برنامج تبادل تم إنشاؤه بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول المرشحة. تدخل شروط الاستفادة من برنامج إيراسموس حيز التنفيذ بعد اتفاقية إيراسموس بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، اعتمادا على مقدار المنح والمنح الدراسية التي تقدمها الوكالة الوطنية للاتحاد الأوروبي كل عام. يمكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعتنا الاستفادة من برنامج إيراسموس، ومع ذلك لكي يستفيد طلابنا وأعضاء هيئة التدريس من برنامج إيراسموس يجب توقيع اتفاقية برنامج إيراسموس على مستوى القسم والكلية مع الطرف الآخر بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة. هناك أيضا بعض شروط التقديم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من البرنامج. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون المعدل التراكمي لهؤلاء الطلاب والذي نسميه متوسط المعدل العام 2.20 لطلاب البكالوريوس و 2.60 لطلاب الماجستير. كما يجب الحصول على 60 درجة على الأقل في امتحان اللغة الأجنبية التي تعقده جامعتنا للغة الأجنبية كل عام. لا توجد وثيقة لغوية مطلوبة للطلاب للاستفادة من برنامج إيراسموس، حيث أن الحصول على 60 درجة على الأقل في امتحان اللغة الأجنبية في كلية اللغات الأجنبية في جامعتنا معيار كاف بالنسبة لنا. لن يدفع الطلاب الذين سيستفيدون من برنامج إيراسموس أي رسوم دراسية، لأن برنامج إيراسموس هو برنامج مجاني تم منحه بالفعل من قبل الوكالة الوطنية للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك إذا كان هناك طلاب لا يستوفون المعايير ويريدون الذهاب طواعية، فيجب عليهم توفير نفقات المعيشة الخاصة بهم. يتلقى جميع الطلاب الذين سيستفيدون من برنامج إيراسموس الدعم في نطاق المنح الدراسية التي تقدمها الوكالة الوطنية لجامعتنا كل عام. لذلك يمكن لطلابنا الاستفادة من هذه المنح الدراسية اعتمادا على حصص كلياتهم وأقسامهم. أود أن أقدم بعض المعلومات حول برنامج إيراسموس. ننظم كل عام برامج توجيهية لطلاب إيراسموس وأعضاء هيئة التدريس الذين سيسافرون إلى الخارج وسيستفيدون من هذا البرنامج. في برامج التوجيه هذه يتم نقل معلومات مهمة للغاية إلى طلابنا من قبل الخبراء ومنسقي برنامج إيراسموس. في نطاق هذه المعلومات يتم توفير معلومات مفصلة كل عام حول المشكلات التي قد يواجهها طلابنا في الخارج وكيف سيتعاملون مع هذه المشكلات وما المشكلات التي قد يواجهونها وحلول مشاكلهم. كما يوجد لدينا نادي هايف للغات الذي تم إنشاؤه على أساس تطوعي داخل كلية حسن علي يوجال للتربية في جامعتنا. يوفر نادي اللغة هذا دعما مجانيا للغة الأجنبية لطلابنا الوافدين والمغادرين. وبالإضافة إلى ذلك لدينا نادي إيراسموس الذي يوفر الدعم المستمر لجميع طلابنا الذين سيسافرون في الخارج على مدار العام.